بالنسبة لي أنا كمتتبع بالنسبة للشأن الرياضي كيبان لي على أن كان واحد النوع من الإحباط بالنسبة للجمهور المغربي، لأن الفروق كنا معولين على أن الفروق هذه غادي تمشي بنفس الصورة اللي كانت عليها فيما قبل، لكن كنشوف كنتفاجأ على أن تقريبا القواسم المشتركة فيهم ثلاثة، لا بالنسبة للوداد ولا بالنسبة للجيش الملكي ولا بالنسبة للرجاء، كانت واحد المسألة كارثية. اللعبة بحال ما كانوش في التيران، مشاو بواحد المنظور ديال أنهم خصهم يجيبوا التعادل من تما. الكوتشينغ بالنسبة للمدرب ما كانش عنده واحد الكوتشينغ اللي هو 100% متميز، وهذا بين الضعف ديالو بالنسبه لهاد الفرق هادو ثلاثه، واللي خلاهم انهم كينهزموا بواحد الصوره اللي هي تقريبا ما تصوروهاش المغاربه. الوداد بون بالنسبه لهم هما سيمبا هي فرقه ضعيفه بالنسبه للفرق الاخرى الا قارنا بالفرق ثلاثه. الرجاء اللي كانت مشات وجابت واحد انتصار من قلب تنزانيا، كنشوفوا على ان الوداد خفقات، اللعابه ما كانوش بحال ما عندهمش الركابي، ما عندهمش واحد روح وطنيه، وهذا اللي ضعف القدرة على أنهم يجيبوا واحد التعادل أو يربحوا. كانوا يربحوا أنا بالنسبة لي، لأن تقريبا كفريق ديال الوداد الواعد الصعيد الإفريقي متميز، وتقريبا اللعابه ديالو الى قارناهم باللعابه ديال سيمبا راه كاين واحد الفارق كبير. الرجاء بالنسبه لهم كفريق كنشوف بان المدرب دار واحد التغييرات اللي كانت خص تقريبا الحفيظي عنده واحد تجربه في المجال الافريقي، انه كان يدخل في البدايه وكاين بعض العناصر اللي كانت خصها تدخل في البدايه، وبالنسبه للكوتشينغ ديال المدرب ما كانش متميز، وهذا هو اللي خلى واحد شويه مخلوعين داخلين انهم خصهم يجيبوا من تما التعادل. وهذا التعادل هذا ملي كتمشي من هنا عندك الفكره ديال التعادل راه كتخسر، اذا ما كنمشيش بديك القدره ديالي انا كراجع عالميه اللي خصها تجيب الانتصار ديالها من تما من قلب، بحال اللي دارت الفرقه اللي لعبت مع بالوزداد جو بونس وقيله اللي جابت 4-1. دونك هذوك مشاو باش سان داوز، دونك هذوك الناس مشاو بالفكره ديال انهم فرقه صحيح كاينه، فرقه اللي خصها كتقلب على اللقب، ومشات وانتصرت في قلب الجزائر. نمشيو للفريق ديال الجيش الملكي، فريق الجيش الملكي نفس الصوره كتنعكس على هذا الفريق هذا، وكنظنوا على انه بالنسبه لهم هما خصهم يجيو يكونوا في المستوى المطلوب، ويحاولوا باش يمحيوا ديك الصوره اللي هي كانت اللي شناها، وتم الاحباط ديال تقريبا جميع الجماهير المغربيه. نظنوا على انه اذا كانت عندهم واحد روح وطنيه ويكون عندهم واحد فهمتي واحد يكونوا متميزين في هاد الماتشات اللي ديال الاياب، ويبينوا لنا على اننا احنا غالطين، يبينوا لنا بان الصوره ديال الفرق الوطنيه راه باقا فرق وطنيه في المستوى المطلوب. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.